يعلن الديوان الملكي أنه بدعوة كريمة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، يصل إلى البلاد يوم غد الخميس 3 من شهر نوفمبر الجاري قداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان في زيارة رسمية تاريخية لمملكة البحرين تستغرق 4 أيام. ويشارك قداسة البابا خلال زيارته التاريخية في فعاليات ملتقى البحرين للحوار الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني، والذي يعقد برعاية جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه. كما يصل إلى البلاد يوم غد الخميس الموافق 3 من شهر نوفمبر الحالي فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين في زيارة لمملكة البحرين تلبية لدعوة كريمة من حضرة صاحب الجلالة، يشارك خلالها في ملتقى البحرين للحوار الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني الذي يعقد برعاية جلالة الملك المعظم. ويغتنم الديوان الملكي هذه المناسبة ليرحب بضيفي البلاد الكريمين والوفد المرافق متمنيا لهما طيب الإقامة في مملكة البحرين مقدرا جهودهما في تعزيز ثقافة الحوار والتعايش والتسامح ودعم الأخوة الإنسانية.